حضرنا هذه الصبيحة المباركة لتدشين مرافق دينية ثقافية، مركز ثقافي الإسلامي الذي يعتبر قطب ثقافي ويحيي المنطقة بما فيه من زخم علمي، وكذلك الإدارة الجديدة مديرية الشؤون الدينية والأوقاف للولاية حتى نقدم خدمات أفضل ونساهم في تقليل من البيروقراطية وإعطاء حق المواطن في قضاء حاجته بسعة. وكذلك وقفنا ودشنا مسجدا من المساجد الرائعة في هذه الولاية المحترمة، وكذلك وقفنا على 3 مشاريع مساجد وصلت الأشغال بها تقريبا إلى 90% وأكثر من 90%، وربما ستكون إن شاء الله حيز الخدمة أقل شيء قاعة صلاة مثلا في شهر رمضان، منها مسجد القطب الذي يقع في قطب الحضاري بكامله بمثابة مجمع ديني يسهم إن شاء الله في رفع الوعي الديني والثقافة الإسلامية وربط هذا المجتمع بالهوية الجزائرية الوطنية وإشاعة يعني السلم، إشاعة المحبة، إشاعة ثقافة اليقظة، حتى لا نكون ممن يكونون في مصيدة الأيادي الخارجية التي تريد أن تشوش على الجزائريين استقرارهم وأن تفت في عضد هذه الجماعة الواحدة والوحدة الوطنية.